انا في اخر فيديو I actually explained كيف انه نقدر نشوف ايش في جوا ال H5 file format, وبعدين كيف ممكن نقرأ الداتا اللي جوا ال H5 format. بس الفيديو كان كتير طويل مخربط, ف انا I wanted to redo it. Okay, so أول command اللي مهمة عنا اللي هي H5 info brackets the dataset, يعني okay قصدي the شو dataset the file name, حيطلع عنا هذا ال output, وحنشوف وين في عنا الداتا. يعني أنا واضح إنه عندي إياهم في الداتا سيت, أنتم ممكن يكون عندكم groups, ممكن يكون عندكم الداتا تكون جوا الجروبس, يعني عادي. أنا مثلا عندي already data sets والباقيين فاضيين, والمهم عندي كمان أشوف النيم, فأنا عندي النيم سلاش أوكي, وهي مهمة لأني أنا هلأ أنا عرفت إنه الداتا تبعتي جوا data sets. هلا ايش بسوي؟ بشوف الداتا سيتس اكشلي بشوف الداتا سيتس انا اوريدي عندي اياها لاني I did this info dot data sets, هو راح يتسيف عندي الداتا سيتس information. هلا انا هاي بس information I don't care about, انا بدي name, فاحط name of data مثلا data name equal نفس الشيء info dot datasets dot name, سوي رن لهذا اللاين, حيطلع عندي CFO. بس إذا حطيت هلا أنا عندي أربعة ال data sets, أصلا عندي أربعة, هو بس طلع لي أول واحد. أنا بدي مثلا اثنين أوكي خلنا نشوف اثنين اوكي لا واحد واحد واحد, لانه احنا ايش شفنا؟ شفنا انه اول واحد هو مين ويت اوكي واحد حيعطيني السي اف او, اثنين حيعطيني RSS, ثلاثة هاي كلها data sets, يعني هاي كلها data sets. أنا بركز على data set data. الطريقة أسهل إنكم بس تضغطوا, هلأ أنا already عندي data sets وعندي أصلاً الانفو, ممكن بس تضغطوا على الانفو أو الداتا set. مثلاً أنا هلأ حضغط على الانفو وبروح على data sets وبلاقي النيمز اللي عندي, فلو حطيت dataset bracket 1 حيطلع لي CFO, إذا حطيت bracket 2 حيطلع لي RSS, bracket 3 حيطلع لي الداتا. هلا أنا بعرف إن أنا بدي الداتا, ممكن إذا أنا بدي label كمان, label كمان مهمة إلي, بس أنا ما بدي CFO وال RSS. فإيش بسوي؟ بحط my data اللي أنا بدي إياها info datasets bracket 3, هاي الداتا اللي انا بدي اياها اوكي. هلا انا I want to read this data, ف to read it I have to use the function h5 read اوكي. هون اهم شيء نعرفه انه لازم نحط سلاش, لازم نحط سلاش. ليش؟ لانه ال
name of my info، يعني لما سويت run لهاي طلع عندي name slash، فأنا لازم أحط تاني parameter، هذا هو الفايل name، تاني parameter لازم أحط the name of the data. The name of the data هي زي الفايل path. فأول شيء عندي السلاش وبعدين بحط الداتا. ليه؟ لأنه أوبس إيش سويت؟ أوكي هاي الـ variable info. فبحط سلاش بعدين بحط اسم الداتا اللي أنا بدي إياها. تمام؟ وين هلأ هاي ما بدي هاي. أوكي يعني هذا الفايل كله اسمه سلاش، جوا الفايل هو الداتا تبعي اللي أنا حطيت اسم داتا. فإف I run this code رح يطلع عندي a big 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 matrix، لأنه هيك الداتا تبعتي فيها 15,000 كولوم و 16,000 رو. هلا أنا بدي مهم عندي أعرف الليبل. ليش؟ لأنه الداتا سيت تبعت الليبل فيها الديفايس إندكس، و يعني لو أنا دخلت على إنفو والليبل هاي بتعطيني الديفايس إندكس، هتلاحظوا إنه الداتا سبيس 15,000 والداتا فيها 15,000 كولوم. فمن الواضح إنه في ليبل لكل كولوم في عنا ليبل واحدة. أوكي هلا إحنا بندخل على الليبل. طبعا إحنا كيف طلعناه سوينا read، حطينا اسم الفايل بعدين slash label slash label. ندخل عليه الفاريبل ومنشوف إنه عنا device one لحد row 500. من 500 أيه 500. فهيك أنا بقدر أفهم الداتا تبعتي إنه أول 500 columns ل device one. أوكي فأنا إيش بسوي؟ بحط device one IQC all the rows but the first 500 columns only. أوكي وفي طريقة تانية ممكن إنه نستخدم الفايند function، بس this is more clear.